الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد غل المحجلين الميمين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين. كيف تبني في كل يوم بيتا في الجنة؟ استنى، بتقول إيه؟ إزاي أبني كل يوم بيت في الجنة؟ أيوة، معانا هنا في القراءة هتبني كل يوم بيت في الجنة. إزاي؟ أنا ممكن أبعد، ممكن أعمل كل يوم أبني كل يوم بيت في الجنة. أيوة، أنت مش هتبنيه بس في الجنة، ده أنا هقول لك على حاجات كمان تزين بيها البيت اللي في الجنة ده وأنت عايش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان اللي هي أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. 12 ركعة يتبني لك بيهم بيت في الجنة؟ أيوة. طب إيه هما 12 ركعة دول؟ اكتب معايا. أيوة، أنت وأنت يا أختي اكتبي معايا: 2 قبل الصبح، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. تاني: 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، يبقى كده 6، و2 بعد الظهر كده 8، و2 بعد المغرب كده 10، و2 بعد العشاء كده 12. بال 12 ركعة دول يتبني لي كل يوم بيت في الجنة، في الشهر ب 30 بيت، في السنة ب 365 بيت. الله أكبر. شوف بقى أنت عمرك كم سنة؟ هصلي 40 سنة، 50 سنة، كل يوم بتبني لك بيت في الجنة بفضل الله عز وجل. ده أنا كمان ممكن أزين البيت وأعمل شجر حواليه. إزاي؟ في رواية جميلة جدا عند الترمذي من حديث جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرزت له نخلة في الجنة. لو أنا قلتها في اليوم 100 مرة يبقى أنا زينت القصر بتاعي وأنا قاعد على الأرض. البيت اللي بنيته في الجنة زينته بشجر من حواليه كمان. إيه الجمال ده؟ عرفت إن الموضوع سهل، وإحنا اللي بنصعبه على نفسينا. نحن نبخل على الله عز وجل بما أعطانا لنا من إحنا يعني من أجر. فتخيل كل الفضل ده بين يدي الله عز وجل ونحن نتقاعس جميعا عن هذا الخير. هنحافظ على 12 ركعة، مش هنسيبهم ولا يوم لحد ما نموت. سنن رواتب كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنحافظ ان احنا نقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة او 200 مرة او 300 مرة، بحيث ان احنا نزرع شجر حوالين كل بيت لينا في الجنة. لا ننسى، ما نوقفش الحلقة دي عندنا وننشرها على كل احبابنا على كل الجروبات، ولا ننسى ان احنا اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، وكمان يفعل ويدوس على الجرس، ولو عجبتك الحلقة نعمل عليها لايك، وايضا تقولوا لنا كل ملاحظاتكم في التعليقات. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.